صرنا سنة على الفراغ الرئاسي والبلد بلا رئيس للجمهورية، شو رأيك بالموضوع؟ سريلانكا فيها رئيس، لبنان بعد ما في رئيس. ما هو بالأساس يعني رئيس جمهورية هيك حاطينه يعني منصب بس يعني مش أكتر شكل، فهيك أفضل لأنا. لا مع رئيس أفضل بكون بضل فيها رأس الدولة. بلي بلي لشو؟ أول مرة بحياتي صار عمري فوق 50 ما في رئيس جمهورية، شو بيصير هذا؟ إن العالم بتحسها خفاني، يعني إذا انتخب رئيس صار في انتخاب لرئيس جمهورية بيرتاح البلد. إذا بيفلوا كلهم على ربنا من هالبلد بنكون مرتاحين. لك أنا كل البرلمان على بعضه مش معترفي فيه، عبوا جيابهم وتركوا البلد وما سائلين على حدا. أنا هيدا فكري عن الفراغ الرئاسي، إنه ما في رئيس للجمهورية. فراغ الرئاسي هلا بيني بينك آخر همه أنا. كان عنا رئيس، شو صار؟ ما صار شيء. ما هي أصلا الأحزاب هي اللي بتمشي البلد، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس حكومي ولا رئيس، لأن الرؤساء تابعين لأحزاب مش تابعين للبلد. وفل الرئيس كمان ما صار شيء. بلد بلا رئيس يعني بلد فاضي، معلش يعني. وين المسيحية؟ خليه يقوموا. كل شيء وفي شخص اسمه عون، يا أنا يا ما حدا، رح نبقى بدون رئيس. أيوة أحسن، رئيس ضعيف أو رئيس قوي. نحن بنفضل يكون في رئيس قوي. إذا بتريد بنجيب واحد من فرنسا، بنجيب واحد من أمريكا، بنجيب حطوا لنا، يكون مهم إن يكون عندنا رئيس جمهورية حبيب قلبي.